يقول شاعر هاجسي أسرع بساعة عندي قصيدة أسطراسي عاجلة لا عند أبو عباس باوي والشمع لا عند تاج الراس توصل عاجلة سلام لك يا والدي مني دفع وجمل تحية من صميمي واجبة قصيدة كلمات عباس محمد الهوى اليافعي أبو رندا يشكي عن معاناة المهجر والتعامل معهم للمغترب يلحنها فايز أبو شمس عزفة أبو خل عبد فرحان ويقحى زياد فرحان مع تحيات تسجيلات الفايز دمام والنفس ثبتها بذيه راغبة يقول شاعر هاجسي أسرع بسع يقول شاعر هاجسي أسرع بسع عندي قصيدة وسط راسي عاجلة لا عند أبو عباس ضاوي والشمع لا عند تاج الراس توصل عاجلة سلام لك يا والدي مني دفع واجمل تحية من صميمي واجبة سلام لك يا والدي مني دفع واجمل تحية من صميمي واجبة أنت الذي بتشد راسي والنخع سند ظهري لو علي شايدة يقول ذي قلبه من الضيق ارتفع ومن هموم الوقت روحه يائسة من هم خيم خيم فوق صدري وارتفع من همهم يا بوي روحي يا بسا من هم خيم فوق صدري وارتفع من همهم يا بوي روحي يا بسا واعمالهم ما هن لنا تدي وجع كل الاجانب منهم متضايقه كفيل لنا بالمال حسه والطمع ماشي كفي يا بوي كم هو راتبه مكتب عمل بالوهم سعره مرتفع واشياء كثيره عادها بالوارده أشياء كثيرة عادها بالواردة رسوم والتجديد لازم تندفع وقبل موعدها تسلم كاملة الله يجازي كل من بها صنع نحو الأجانب بالرسوم الزايدة خرب علينا كل شيء وما اقتنع حتى المواطن آخر له راتبه سكوني هادئة وقت الدمع ما يكتبه ربي علي قابله شرحت لك من شان اسوي لي وسع لاني بشوف الناس
النفس قد هي زايرة والختم صلى الله على مولى الشفع والختم صلى الله على سيد الشفع وعداد ما تنسي علينا ساكبة وعداد ما تنسي علينا ساكبة. تواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 7216490 أو 7111 5040.